متابعي قناة دار مريم، السلام عليكم ومرحبا بكم معايا فيديو جديد على القناة. اليوم ان شاء الله نقدم معكم واحد الديسير اللي بقوة ما هو سهل كيجي بنين. تابعوا معايا الفيديو حتى الاخر. هنا في كاسرونة غادي ندير واحد ربع ديال الحليب، غادا نضيف ليه واحد جوج معالق كبار ديال السكر سنيده، اي ما يعادل واحد 30 غرام، من الاحسن الا عندكم الميزان عبرو كيف كنقول. غنضيف واحد ساشي ديال الفاني، وعندي فاني ديال بوربون داك الكحل، انا ما عنديش، استعملت غير شويه هذا، اللي ما عندوش ما يستعملوش. غنضيف بيضه كامله زائد اصفر بيضه، غنخلط العناصر مزيان مع بعضياتهم، وغادا نضيف واحد 4 المعالق كبار ديال بودرة الكريم باتيسيير اولا 45 غرام، اولا تقدروا تعودوها بمايزينا، غير هو زعما العبار كيعطيكم بالميزان كيكون مضبوط اكثر. صافي هنا غنشعل النار اللي تكون مهيله، وغنضيف وغندير الكاسرول ديالنا حتى يطيب لينا، طيب لنا لاكريم وتولي عاقده. هنا كيف كتشوفوا من بعد ما طابت صافي راه شدات في راسها مزيان وكتجي هكا يعني شاده في راسها. غادي نبدا نخلطها ونحركها يعني بالغير بالفوي الطراب اليدوي، وغادا نضيف واحد 100 غرام ديال الزبده حيوانيه ماشي ديال البواطه ديال العبار، 100 غرام تكون بدرجه حراره المطبخ، وانا كنضيف على ديك لاكريم اللي هي سخونه، انا كنضيف ونحرك نضيف ونحرك حتى كتنسجم لينا العناصر كلها مع بعضياتها. صافي هنايا كيف كتشوفوا عطاتنا واحد القوام اللي كيجيو واعر، تقدروا تطربوا بداك الميكسور بلونجون اولا الا ما بغيتوش تكتفيوا غير بحال ما هكا، راه كتجيو واعره. صافي انا غنديرها في واحد الطبيسيل اولا جبانيه، وغادي نديرها نخليها تبرد على خاطرها. هذه كتسمى لا كريم باتيسيير زائد الزبده كنسميوها لا كريم موسلين. صافي غنحرك العناصر، غادي نخويها في واحد زليفه، وغادي نغطيها بالفيلم اليمونتير ويكون اون كونتاكت ديريكت، يعني ديك البلاستيكه تقيس لينا ديريكت لا كريم وباش ما تكونش لنا واحد القشيره من الفوق. صافي وغنخليها تبرد مزيان سواء في الثلاجه اولا غير برا درجة حرارة المطبخ. هنا غناخد واحد ربع الكنافة، راه ولات موجودة، أنا ناخد ربع الكنافة غنزيد لها ثلاثة ديال ساشيات ديال الفاني، رشيشة ديال الملحة، معلقة كبيرة ديال السنيدة، 70 غرام ديال الزبدة نوازيت، يعني طيبوها حتى تعطيكم داك اللون البني. أنا هنا المقطع راه تمحالية. صافي غتخلطوها مزيان مزيان، وغتاخدو الإطارات أولا سيليكون وديروهم طبيقة طبقة ودخلوها الفران. هنا من بعد ما تحمرات لينا مزيان كيف كتشوفو هذا هو الشكل ديالها، هنا كتجينا طبقة مقرمشة ومحمرة ديالهم. صافي غنستفوهم في ليفيغين أولا في كويسات ديالكم أولا في زليفات فاش ما بغيتو تقدموهم. صافي وغنحط الطبقة الأولى، وغناخد لاكخيم من بعد ما بردات لينا مزيان كيف كتشوفو هذا هو الشكل النهائي ديالها. غادي نديرها في واحد البوش، سوا تزوقوه يعني يكون بوش دايرين فيه لا دوي تكون مسننه ولا تكون عاديه ماشي مشكل. صافي غنعمر البوش ديالي وغادي نبدا نبوشي فيهم، غنزوقهم سوا تدوروا كاملين الدائره ولا ديروا غير هكا زويقات، المهم كيبقى لكم الاختيار. وهي زوينه انها تكال ديك الساعه يعني ديروها وتاكلوها. صافي غنغطي هنا بطبقه اخرى ديال الكنافه باش نزيد عاوتاني نزوقها من الفوق. المهم الشكل راه واضح في الفيديو، واستسمح حيت ما صورتش اللقطات يعني لقطه لقطه كنت شويه مدروكه. صافي بهذا الشكل هذا صافي وغنزوقو عاوتاني بالبوش من الفوق، وكيف قلت لكم تكال ديك الساعه من الاحسن حيت الا فزكات كتخسر لينا ديك كتلوى لينا ديك الكنافه. صافي وكتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديالها، نتمنى انها تكون نالت اعجابكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.